من أي جهة بيقين سيأتي إن شاء الله التغيير والنصر، وعلى يد من، وهل بدأ فعلا، وما واجبنا الآن نحوه بإذن الله؟ ما أجمل نهضتنا بإذن الله، ما أروع يجمعنا رسول الله، كتاب أمة كتاب قومة نهج رسول الله، كتاب نهضة كتاب وحدة حبيب رسول الله، ما أرقى أن نحيا بإسم الله، ما أغلى يهدينا رسول الله، بيان واضح مورد مجدد روح رسول الله، كتاب نهضة كتاب وحدة حبيب رسول الله. السلام عليكم إخوتي الأحبة في وطننا الإسلامي الكبير ورحمة الله وبركاته. أنى تغيب ونور وجهك ساطع، يزهو برق في خيالي لامع، أنى تغيب وأنت بين جوانحي شمس، وفي الظلماء بدر طالع، أنى تغيب وأنت ظل عندما تشتد رمضائي إليه أسارع، حاصرتني في نصف دائرة الهوى وأنا بحظي من حصارك قانع، من أين أخرج والسياج يحيط بي من كل ناحية وأمرك قاطع، وأمام أبواب المشاعر نبتة في غصنها ثمر المودة طالع، يا ظبية الشعر المؤجج في دمي تيه، فصيتك في فؤادي ذائع، عاقبتني لما شكوت، وإنما أشكو لأن الحق فينا ضائع، ولأن جدران الكرامة هدمت في أمتي والذل فيها شائع. يا شباب، كثر الحديث في هذه الأيام عن الاستبدال، وبالعكس يعني أرى الناس أصبحت تتنصل من واجبها من حق الموقف وقيامها لله ورسوله وما يجب عليها بذريعة الاستبدال، طبعا لما يروا واقعا. وكمثال من هذه المظاهر إن الجامعات الغربية الآن تنصر غزة وفلسطين، وبنفس الوقت الجامعات العربية اللي هي المسلمة اللي هي المفروض الأخوة فيها أحق من غيرها مقموعة. فأولا يا شباب علينا إن ما نغفل، ولو دققنا النظر شوي بالذات في هذه التحركات نجد إنه الذي يحرك هذه المظاهرات في الخارج شباب مسلم في لب الحدث. ثانيا انتبهوا معاي جيدا وركزوا يا شباب، لا يكون الاستبدال بكافر على مسلم، وإنما بالأفضل عند الله مقاما والأكثر تبعا وصلة مع الله ورسوله. وهذا طبعا لا يعارض إنه قد يؤيد الله هذا الدين بالرجل الفاجر فيستخدم أو يضرب الظالمين بعضهم ببعض، هاي من أدوات استخدام رب العالمين لهؤلاء، فإذا أراد الله نشر فضيلة أتاح لها لسان حسودي. والدليل يا شباب على ما نذكره في هذا لاحظوا قوله تعالى، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه
فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. لاحظوا يا شباب الاستبدال كيف يكون بالأفضل وليس بالأسوأ، أو كافر بمؤمن. ويقول رب العالمين: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، يعني أفضل منكم بكثير. ويقول رب العالمين: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. انتبهوا يا شباب، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما: ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وهذا الأمر يجري على جميع المستويات ومختلف الصعد، مثل يا شباب ما نشاهد الآن الكلام عن إيران، إنه من حقيقة اللي ينصر غزة ويدعم غزة هو إيران، بتعطي أسلحة للحوثي وبتعطي أسلحة لحزب الله وبتسلح المقاومة خاصة الجهاد الإسلامي وغيره. وبنفس الوقت نرى إنه أهل السنة من خذلهم، هذا حديث الشارع يعني. فهل التوصيف حقيقي ودقيق واقعا؟ وعلينا يا شباب مثل ما أشرنا من قبل التفريق بين المشروع الصفوي الفارسي اللي يا شباب يسب الصحابة وأمهات المسلمين ويقول بتحريف القرآن ومناظر وأفعال كفرية، وبين إخواننا الشيعة اللي يتردوا على الصحابة ويعرفون فضائل أمهات المسلمين ولا يعادون أهل السنة والجماعة حتى ولو كانوا هؤلاء أقل في العدد. فالتعميم مثل ما حكينا أكذب الكلام، إننا نحكي والله كل الشيعة هم كفرة أو مش إخواننا أو معادين أو كلهم قاعدين بسبوا. فبصراحة بهذا نعلنها بكل وضوح يا شباب تحت أي ظرف، إنه من يشتم سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر والصحابة وأمهات المسلمين قد أعلن كفره حقيقة بالله ورسوله ومن طرق مختلفة، وملعون من يساير ويجامله تحت أي ظرف وذريعة. فيا شباب خاطر الشيخين الصديق والفاروق وأمنا عائشة أعلى عنا من أن نسمح فيهم ولو بكلمة مسيئة في حقهم. هذا مبدئيا يا شباب منتهيين منه. وأما الأمر الثاني هو إنه بعض الأنظمة العميلة الخائنة المعادية لله ورسوله والأمة اللي يدعم الكيان الصهيوني أصبح واضح جدا لا يمثل أهل السنة والجماعة هؤلاء، بالعكس يسجن ويعاقب أهل السنة والجماعة ويدمروهم على جميع المستويات، هذا واقعا. ولكن للأسف يا شباب لما هؤلاء يقعدوا ينظروا ويحكوا عن إيران مثلا إنها مسرحية، فمنحكي لهم يا أخي افعلوا مثل هذه المسرحية مثلها أو حتى أقل منها إن كنتوا رجال، وإن فعلتوا هذا ولو مسرحية راح نمدحكم يعني. وبعد هذا يا شباب علينا إن نكون واعيين ونعرف عواقب الكلمات والتصرفات. يعني إحنا لما إيران سفكت الدماء، دماء المسلمين بالذات بالشام يعني، وحزب الله ثاني يوم كان جنوده في الشام
يقتل ويذبح بوضوح شديد يعني، وأيد الأسد على الثورة السورية والشعب وأهل السنة والجماعة وأغلب الناس يعني مش بس أهل السنة، في مجازره دعموه. ولما سووا هذا إحنا ما استطعنا إننا نتكلم ولو بكلمة، ولا إننا ندافع عن إخواننا. فالحكمة الآن يا شباب إننا لا نتكلم عليهم وهم قاعدين بيساعدوا في المقاومة كجهة شبه منفردة لأجل مصالحهم. لما تختلف المصالح نجد حرب هناك وتصعيد، ولما تتساوى بتفقوا على أهل السنة والجماعة. وطبعا هؤلاء يا شباب ما ننسى إنهم داعمين ولا شيء، هذا طبعا بعد قطر الأبية ودورها حقيقة وواقعا اطلعوا أنتم، لولا الجزيرة ودعم الجزيرة ولولا دعم قطر ولقادة حماس وعلى الأرض يعني هذه البقعة الراقية والداعمة حقيقة أكثر من بعض الشيوخ اللي ينظروا عليهم دائما هنا يعني أميرا وحكومة وشعبا، تجد الطهارة والدعم الحقيقي على الأرض. فما ننسى إحنا هو ونظل نحكي إنه فقط إيران، حتى إن نفهم قواعد دوران السنن الإلهية الكونية ونتناغم معها لننجح. بنلاحظ إنه كل نبي لما بعث رب العالمين ركز على المشكلات الرئيسية الكبرى في زمنه، وخلونا نبسطها ونلخصها في ثلاث عناصر رئيسية، هي إنسان، أدوات، طريق الموصل للهدف. إنسان كصلاح وتقوية من جميع النواحي وعلى كافة المستويات، خاصة يا شباب الشباب والعلماء والنخب، روحيا إيمانيا ونفسيا قواميا. وأما الأدوات فهي كفاعلية وتطور، تما بإمكانك يعني تجيك طيارات حديثة بدها تلقي عليك وتقعد تحكي أنا بدي أجابه بالسيف، يجب التطور واستخدام أدوات العصر كأعلى تقنية. وحكينا لكم من قبل يا شباب الحبيب صلى الله عليه وسلم، أعني ما أقول، لو كان بيننا الآن لكنا الأعلى تطورا وتقنية في العالم. وأما الطريق اللي هو مثل الكتاب، فإحنا طريقنا طريق الأنبياء في التركيز على الأهداف الكبرى بما يحب ويرتضي الله ورسوله، بأن تسلك لله بالله وتتبع رسول الله برسول الله صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا رسول الله. مثل ما قال إن الكريم إذا ناديت قال نعم، فكيف بالله ذي الأنعام والكرم، فابسط له الكفة لن تأتيك فارغة، فقد سألت الذي سواك من عدم. طيب إذا من وين تأتي مشاكلنا الرئيسية بزمننا هذا اللي وصلتنا لما نحن فيه بعد العزة والصدارة إلى أذل الناس بين البشر؟ فخلونا نلاحظ يا شباب إنه مرت الأمة بثلاث مشاكل كبرى هوت بها ثم كبلتها في الهاوية. أولا الاستعمار وما خلفه من سفالات الغرب وزعزعة إيمان ويد سياسية ضاربة على الصالحين والمصلحين ورفع الفسقة والتافهين وإفقار للناس ممنهج. ليش هذا؟ كي يلتهوا بلقمة عيشهم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح. ثانيا المشكلة الثانية، مشكلة الناس وخاصة الشباب في الانغماس في الغفلة
والتفاهة، هاي مشكلة كبيرة يا شباب، الغفلة والتفاهة عامة وطامة، وبالذات على الشباب. وقابلوا الشباب واحكوا معهم واتطلعوا، انظروا لاهتماماتهم، انظروا على وسائل التواصل ايش اللي بيهتموا فيه أكثر شيء، ايش اللي بتجيب تريندات. بتعرفوا حجم هذه المشكلة الكبرى، الانغماس في هذه الغفلة والتفاهة والتيه والأغاني والمراقص والمواقع الإباحية. فتكبلوا في وحول الشهوات ونسيانهم فرائض وقتهم وواجب ساعتهم كنوع من الهرب للأسهل. وأما ثالثا، افتقاد الرؤية الصحيحة والقاعدة المتينة عند العلماء والدعاء والمصلحين، والتركيز على وحدة ونهضة الأمة، فكان لضعف حالهم وضعف إيمانهم وتشتتهم هم أنفسهم، وأخطاء في منهج الدعوة وانحراف في الاستدلالات من النصوص وتنزيلها واقعا على ما يحب ويرضى الله ورسوله الآن، وتسابقهم على أبواب السلطان، وفقد بوصلة التحرك والمنهج المبني على رضا الله ورسوله، من أكبر أبواب ضرب الأمة كانت. فهذه الأسباب جعلتنا يا شباب مسخا بين الأمم، بل وجعلت محور حديثنا وصراعاتنا وخاصة على مواقع التواصل ذم بعضنا بعضا، وتفرق الصف لغياب الرؤية والوحدة الجامعة الضابطة للحال والمقال. مع أنه يا شباب من المعروف أنه خير الناس من فك كفيه وكف فكيه، فالشهادة الحقيقية لك عند الله بالنسبة للاختلاط مع الناس تؤخذ دائما وأبدا يا شباب من طريقين، أحدهما حب الصالحين ومدحهم لك. طب في شهادة ثانية؟ نعم، توازيها، والأخرى بغض الفاسقين وذمهم لك، هذه أيضا شهادة تزكية وشرف لك عند الله. فالآن وبالذات يا شباب في الكتاب لسنا مضطرين، خاصة في هذا الأمر، أمر الله ورسوله، لمجاملة السفهاء وتضيع الوقت معهم على حساب ود أهل الله ورسوله بإذن الله، اللي أنتوا منهم بإذن الله، ولا نزكيكم على الله. ففعلا يا شباب الزمن نراه يعاود بأشكال وأدوات مختلفة، والزمن يعيد نفسه، وكمثال على ذلك تجد الفرق بين أهل أصحاب الكهف وبين أهل غزة. أهل أصحاب الكهف كان الكلب صاحبهم، وأهل غزة لم يبقى كلب وابن كلب إلا وتآمر عليهم. وهذا كله لغياب المشروع الجامع المانع المتصل بالله ورسوله، ومن فضل الله علينا في هذا الوقت إنه قد جاء بالوقت الذي كان الكل يحس إنه الآن وقت ظهوره وينبئ عنه، وبعض من إشارات القرآن والسنة استند عليها بعض العلماء والمؤرخين، فكان الكتاب. وإحنا ملاحظين يا شباب إنه من سنة 2022 ما ظهر أحد وادعى هذا الأمر، ما في برز إلا الكتاب تصديقا كقوة منبع ونهج وسلوك. ما في حدا ادعى أو قال على هذا الأمر، وكل ما قيل من السابق وكل ما أحس فيه المسلمين كان صدق، وهو ظهور هذا الأمر المبارك. واللي يا شباب اللي عبر عنه
سيد قطب رحمه الله من حيث لا يدري. لما القاضي قال لسيد قطب رحمه الله: أنت متهم بمحاولة قتل سيد الرئيس عبد الناصر، من هذاك الوقت يعني النفاق والدجل. فقال رحمه الله: إن قتل عبد الناصر هدف تافه، إننا نهدف لبناء أمة لا يخرج فيها مثل عبد الناصر، أو إحنا بنضيف بنحكي أو أشكال عبد الناصر. وهذا يا شباب بدقة يوصف جناحي الكتاب في النهج الواقعي المجرب عبر دوائر أصغر لسنين دون تعرض الناس للمخاطر في مواجهة الظالمين والمستبدين. بدل الاقتصار على محاربة الشر فقط نعمم الخير، سيتلاشى الشر تلقائيا بسنة التدافع. وبدل الاقتصار على محاربة الفاسدين والعملاء والخونة نحارب أسباب خروجهم وتوليهم على رقاب الملايين، ليكون النهج متدرجا وشاملا ومؤثرا كنظام رباني محمدي صالح ومصلح لكل زمان ومكان. وفي النهاية يا شباب ما يفوتنا إنكم تشاركونا آراءكم بموضوع المقطع من قانون الاستبدال، فالأمر هذا لكافة المسلمين وواجب علينا جميعا. إنا نشارك بقوة ونأخذ الكتاب بقوة، ورأيكم مهم حتى إنا نكمل بعضنا بعض، فالمؤمن مرآة أخيه دائما وأبدا. ونقول: إني أقول لمن يعاتبني أفق، فأنا بسيف الحق عنك أقارع. انظر إلى لون السلام وطعمه، مر مذاقته ولون فاقع. قالوا السلام أتى فتابعنا الذي وصفوا، فبان لنا الكلام الخادع. قلنا لهم: أين السلام؟ فما نرى إلا أكف الواهمين تبايع. شتان بين مسالم ومتاجر، إن المتاجر للكرامة بائع. في كف داعية السلام مزاهر، وبكف تجار السلام مقامع. أرأيت في الدنيا سلاما عادلا تدعو إليه قنابل ومدافع؟ إني لأخجل حين أضحك لاهيا، وقد ارتمى في الأرض طفل جائع. إني لأخجل حين أبصر أمتي تهفو إلى أعدائها وتوادع. ما زلت أدعوها وألف حكاية تروى عن الأهل الذين تقاطعوا، عن إخوة ركبوا الخلاف مطية وإلى سراديب الشقاء تدافعوا. يا أمة يسمو بها تاريخها ويسوقها نحو الضياع الواقع. يا أمة تصغي إلى أهوائها وتسد سمعا حين يصدع صادع. يا أمة تصغي إلى أهوائها وتسد سمعا حين يصدع صادع. يا أمة ما زلت أسأل حالها عنها فتنطق بالجواب فواجع. ما لي أراك فتحت أبواب الهوى وقبلت ما يدعو إليه الطامع. يممت غربا والحقائق كلها شرق، وفي يدك الدواء الناجع. ما لي أراك مددت للمال الربا جسرا وفي القرآن عنه قوارع. أنسيت حرب الله وهي رهيبة، أو ما لديك من العقيدة رادع؟ أنسيت أن الناس فيك معادن؟ أنسيت أن الأرض فيك
مواضع أسلمت للرحمن ناصيتي، أسلمت للرحمن ناصيتي، فما تلهو القصائد أو يغيب الوازع، إني أتوق إلى انتصار عقيدة فيها لأنهار النجاة منابع. قالوا تروم المستحيل، فقلت بل وعد من الرحمن حق واقع. والله لو جرف العدو بيوتنا ورمت بنا خلف المحيط زوابع، لظللت أؤمن أن أمتنا لها يوم من الأمجاد أبيض ناصع. يا شباب أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كفانا هزوا ولعبا، تعالوا إلى الله وإن شاء الله سننتصر به.